طبعا الحمد لله. لو انا اقول لشيكا من الناس اللي هي يعني انت ما تعرفش انت يعني انا بلعب على شيكا انا ما اعرفش هيعمل ايه. يعني انت عارف في لعيب سريع فانا بتديله سكه عشان توجهه فانت بتعوض السرعه والكلام ده. لكن شيكا ما اعرفش زي حازم امام في الناس اللي ما تعرفش هتعدي جمال حمزه انت مثلا ما اعرفش الناس هتروح مركوش عدله انا ما اعرفش انت هتروح منين عشان احفظك. فشيكا من اللعيبه دي صحيح. وبعدين انا في رايي يا كابتن تامر ما اعرفش رايك ايه, شيكابالا بيقوم بدور عظيم جدا. عارف ايه هو ولا لا؟ هو حلقه الوصل ما بين اللعيبه وما بين الجمهور. طبعا يعني خلي بالك ان في فرق كتيره بتلاقي اللعيبه معزوله شويه من الجمهور او ما فيش علاقه ما بين الجمهور وما بين اللعيبه. مش بتحس كده في فرق كتير انت حتى لو فرق جماهيريه؟ انت لو شفت شيكابالا حلقه الربط. انت يا ميدو لو شفت التون بتاع الجماهير اول ما شيكابالا نزل اكيد مثلا لو انت في عربيتك هتلاقي عليت الكاسيت الجمهور لوحده من غير ما شيكا يطلب. الجمهور سخن مع شيكا بطريقه فدي بتبعت رسائل للاعيبتك انت هتكسب. وشيكا من غير ما يعمل حاجه مجرد ما هو مثلا بيشاور للجمهور الدنيا بتتقلب. فدي ميزه بالنسبه لك يعني او بالنسبه لنادي الزمالك يعني شيكا مش زي زمان. انا يعني 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 كابتن حماد عبد اللطيف ده كان اول لما في التمرين بس تلاقي الناس كلها لا اللي هي ايام دي بقى مش هترجع تاني. انت عارف اللعيبه دول بتوع زمان اللي الواحد كان بيروح كان حريف قوي كابتن حماد. فاكر انت الطاير اللي كانت بتلعب في الاوضه دي بتاعت فوق البتاع؟ طبعا دي كنا بنروح بدري ساعتين ثلاثه عشان نشتغلها. لا يعني انت الاجيال اللي فاتت دي مش هتتكرر. فاعتقد اللي مثلا يعني لو انا بتكلم مع شيكا اقول له انت لسه قدامك ساعتين ثلاثه اوعى تفكر ان انت دلوقتي خالص. وهو على فكره يعني شيكابالا في ميزه كابتن ان هو ما شاء الله عليه دلوقتي بيحافظ على نفسه. طبعا بيروح دكتور تغذيه بي 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 بيتمرن كويس وبيشتغل كويس على نفسه كويس. لعيب كبير يقدر ان هو يلعب اقل حاجه 3 سنين كمان. والله لو انا مش عايز الناس تستعجله. لا يعني انا يعني حته ان خلاص طالما الراجل قادر ومقتنع بدوره يا كابتن وده مهم. طبعا خدك شيكابالا ده زمان كان صعب جدا ان انت تقنعه ان هو يلعب احتياطي. انا صعب يعني انت عارف طبعا. هو دلوقتي مقتنع بدوره. زمان انت عارف كان في منتخب الشباب كنت شغال مع الله يرحمه الدكتور محمد علي وربنا يديله الصحه كابتن رضوان. شيكابالا في الجيل ده هو اللي يعتبر هو اللي وصلنا. كنا بنلعب زامبيا مثلا خسرنا 2 فكان الدكتور محمد علي يعني ايه انت عارف راجل الله يرحمه فكان شيكابالا على طول شويه فالدكتور توفى الله فجبنا شيكا يعتبر الراجل كالوشة بقول قال انت مين ده ما لعبش طبعا معانا هناك. شيكابالا هنا 3-0 فالراجل قال ده كان فين. فشيكا كابتن والدكتور محمد علي ما كانش واخده يعني كان بياخده شويه شيكابالا يعمل مش عارف غياب مش عارف ايه بتاع فما كانش يعني ايه. الدكتور محمد علي كان شديد قوي الله يرحمه. فكابتن رضوان قال لا لازم شيكا يكون موجود. فبصراحه شيكا من اللعيبه لو انت لو على كلامك دلوقتي اللي هو بقى محافظ على نفسه لو كان من بدري شويه كان شيكا ده في حته تانيه خالص خالص. والله العظيم يعني لو انت اتفرجت على كاس العالم اللي احنا كنا ماسكينه كان الارجنتين ومصر كان ميسي واجويرو بتاعه والكلام ده شيكا كان مش عايز اقول يعني بس تحس ليه نفس الميه يعني نفس اللعيبه نفس المستوى نفس المستوى بيعدي وكباري وبتاعه والكلام ده اللي في لعيب فز من صوره. فلو كان بقى هو الدماغ دي كانت بالايام دلوقتي كان راح في حته تانية خالص خالص. انا في رايي يعني وانا يعني كنت سعيد الحظ ان انا لعبت قدام الناس دي ولعبت في الليفل ده قدامه طبعًا. ان شيكابالا مستواه وهو في مستواه ومش بقول كده عشان هو شيكابالا يعني لكن بجد بجد كان ممكن يلعب عادي جدا في برشلونه وريال مدريد طبعا يلعب عادي. ما يعني انا في رايي ان هو يعني يعني ومش بقول كده برضو عشان هو صديقي ولا فعلا دي حقيقه. والله انا بس عشان الناس تعرف اللي احنا يعني اقرب ناس او اشتغلنا مع شيكا فعارفين امكانياته. هو ايه اللي فرق مع صلاح؟ هل ال 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 السكيلز بس ولا العقليه؟ العقليه طبعا يعني فهو يعني المهاره مش كل حاجه او الامكانيات مش كل حاجه لكن انا العقليه بتفرق. يعني لو واحد كان مع احترامي انت مثلا لو كنت مركز شويه انت كنت زمان في حته تانية خالص طبعا. يعني بقول كده قدامك مثلا طبعا. ميدو انت لو انا بقول كده يا كابتن يعني ميدو لو مثلا لو انت ما كانش دماغك مثلا قلبت مثلا سعيده او ناشفه في بعض المواقف انت كنت زمانك انت ما
مبطل في مثلا 7 سنين تاني زياده. تعرف يا كابتن يعني انا بقول ان السن مهم جدا، السن اللي هو من اول ايه 12 سنه. انت بس عشان مشيت بدري شويه فكنت لوحدك فما كانش. لا لا انا بقول السن من هو 12 سنه مثلا ل 16 سنه ده السن اللي انت بتزرع فيه جوه اللعيب حاجات كتيره جدا بيفضل عايش عليها لغايه ما يبطل. طبعا احنا يعني كان مدربينا طبعا واساتذتنا في نادي الزمالك كانوا مهتمين جدا بالناحيه الفنيه بشكل كبير، وفي رايي ان احنا لو كنا اهتمينا اكتر شويه من الناحيه الانضباطيه اكتر في مصر كلها مش في نادي الزمالك، في مصر كلها السن ده كان في مصر. انت يعني انت ما كنت يعني انا كمدرب في الناشئين لو برضو كان لما يبقى عندي فلته لازم برضو ايه عشان كده بقول لك ايه كان اهم حاجه البطولات والنتائج. انا مثلا لو عندي ميدو وعمل حاجه وانا شايف ان ميدو هيبقى مشروع لعيب كبير ولعيب دولي بس لازم اعلمه حاجه عشان اقول له خلي بالك انت ما بتكررش تاني. اهم من مليون نتيجه، اهم من مليون نتيجه لكن لكن انا مثلا كمدرب وخايف مثلا وعندي ماتش اهلي واروح اجيب ميدو من البيت وده كان بيحصل صح صح يعني مثلا الباص يروح مثلا اجيب ميدو من البيت عشان عندي ماتش اهلي وزمالك عشان وكمان مش من المرحله السنيه بتاعته لا المرحله السنيه الاكبر فكنت عشان كده عشان لما ارجع النادي اقول انا كسبت نادي الاهلي مثلا او نفس الكلام الناحيه الثانيه لما نادي الاهلي يعمل كده مثلا مع وليد صلاح الدين ولا سين ولا حسام غالي ولا الكلام دوت عشان يقول لي انا كسبت الزمالك الناحيه الثانيه فهو ده اللي كان اللي ماشي في زمان لكن اللي هي كانت اللي انت تحط حجر اساس لكل اللعيبه ده ما كانش موجود يعني. تعرف ان حسام غالي كانوا خلاص مشوه من الاهلي يعني كانوا خلاص حسام اصل ده دي قصه وحسام يعني مكافح طب حسام فرقته اتلغت خالص اللي هي تقريبا احمد بلال لا كان ما اعرفش هو كان ليه فرقه كده ما اعرفش كان زمان هو كان 81 ولا 80 81 حسام بس هو حسام مش عارف كان من كان زمان انت فاكر شهر 8 ما اعرفش كان ده السنه خالص فما بقاش فيه وخلاص يعني ايه لازم يروح السن ما فيش فرقه بقى اصلا يتمرن معاه وبصراحه اللي تمسك بيه تمسك كبير جدا وانا فاكر ان حسام صاحبي من وانا 14 سنه اللي تمسك بيه تمسك كبير جدا ربنا يديله الصحه يعني ويشفيه كابتن ميمي الشربين اول اللي تمسك بحسام غالي تمسك رهيب يعني ان هو يفضل قاعد وكان بيتمرن يعني كده يعني قعد فتره كبيره ما لعبش ماتشات لغايه ما فرقه ال 81 دي بتاعته اتعملت تاني كان ممكن يمشي ويروح في حته تانية وتلاقي الموضوع اتغير معاه النني كان في الاهلي مثلا في لعيبه كتير